بص يا اولاد، احنا دلوقتي هنبدا نعرف نتعرف على التحيه في الاسلام. التحيه في الاسلام، الاسلام بتاعنا ليه قواعد وليه شروط. اولا كل حاجه ظبطها لينا، واول حاجه ظبطها لنا هي التحيه في الاسلام. لما نيجي نحيي حد في الاسلام بنقول ايه؟ قولي لي كده يا شهد. السلام عليكم ورحمه، كملي يا شهد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فهد يرد يقول لك ايه؟ عليكم السلام ورحمه الله. يا فهد من غير ضحك قول صح. وعليكم السلام. مش هتنفع ممثل، عارف انت وديناك في تمثل اسمه ايه؟ تحيه الاسلام. تحيه الايه؟ الاسلام. دلوقتي يا شهد انت وفهد هنقول مع بعض، هنمثل. انت داخله هتقولي لفهد ايه؟ قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فهد هيرد يقول لك ايه؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ها؟ سبحان الله بحمده نستغفرك ونتوب اليك. يلا سوره الكافرون كم ايه؟ 6 ايات. اتفضلي قولي. ايوه ولا انا ولا انتم، قلنا العد على ايدينا عشان ما تلخبطش. ولا انتم عابدون ما اعبد. ها؟ سورة الكوثر اكثر سورة في القرآن. انا اعطيناك. ها؟ سورة المعون ارايت. ساعون الذين هم. ها؟ ايوه بارك الله فيك. سورة قريش لإله. شطب. سورة الفيل ألم ترى؟ سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنجاوب مع بعض. سيرة. من ربك؟ ربي هو الله. هو الله. أين الله؟ الله في السماء. الله السماء. استوى على العرش كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. طيب ما دينك؟ دينك ايه؟ ديني هو الاسلام. ما دينك يا اولاد؟ ديني هو الاسلام. بر بصراحه مد بالايه؟ علم. برتقال. سقفل يا ولاد سقفل. اكتب اب يا سولي. اكتب ايه؟ اب. اب يلا. فين الالف الاول يا سولي؟ اب. برافو عليك برافو عليك. سقفل يا ولاد سقفل سولي. انتباه انتباه.
مد ايديك مد ايديك، ضم اصابعك ضم اصابعك،